باهي يا خويا نقولوا في البريود هذيك اللي برشا عباد تقول لك الالقاب وما القاب ما القاب ومن بعد الثوره خويا ما هو يجبدوا ساعات في سليم شبوب ولا يجبدوا في الزربيتر ولا يجبدوا يا خويا بعد الثوره هنا اللي اليوم قاعدين نهزوا في اللي تيتر علاش ما هو كي فما حاجه قراسه هذاك ولا جره هذاك ولا خاطر عندكم هذاك مو باش تصير لك بعده هو نقولوا تتغير الوضعي بعد هو تولي ما عادش تتغير الجمعيه تاعها جمعيتنا نحن مستنسين راهو من اول ما تاسست الجمعيه مستنسين بالحاجه هذه وكل واحد يعطي المشعل للاخر راهو حكايه ترجي فريق القاب راهو ترجي الرياضه التونسي ماهوش مربوط بحكايه اللي التتروات مربوط بحاجه من قديم الزمان متسلسله فينا كل واحد عنده خدمته كل واحد يعرف شنو يعمل نهار الاولاني اللي يحط فيه سيقه في في في, في البارك بي واضح موسم المئوي للترجي كيفاش كان في كلمه قبل كل شيء نحب نشكر اداره الترجي التونسي خاطر بالرغم اللي انا موجود في تركيا واستدعوني ولقيت روحي موجود غادي خاطر ما تصورش قداش فرحت في الموسم موسم المئوية وحضرت على المئوية سواء في تونس وفي في باريس موسم المئوية تعدى خارق للعادة تعدى جو طيارة بالحق وقتها واحد يقول لك مش يحصل لشرف شرف كبير كبير اللي هو لعب في الترجي واللي هو البسمة للترجي وكي ألقاب في الموسم المئوية كنا رويحنا هزين وعاملين شيخين وعاملين جو كي تنظيم كان ينجم أكثر يكونوا ينجم ألقاب أكثر كان ينجم يكون ألقاب أكثر وجايين بقدر ربي للقابرة واضح البارح مثلا تفرجت في الماتش صحيح تفرجت ترجي للاتحاد ترجي مستير قبل كل شيء مبروك للاتحاد مستير يستحق الـ الـ التتويج هذا خاطر الموسم هذا خدمة بالحق خاطر الموسم هذا تحية للمدرب سي الأسعد جردة اللي معناها قبل ما صاحبنا بالكدا وصاحبي وديما نحكيه خدمه نتاع عام كامل اللي يستحق فيها باش يتوج والمستير وجوره مستير اللي بالحق مع لونتونير متفاهمين تحسوا متفاهمين مع لونتونير وتحس تكامل كبير بيناتهم تكامل كبير ما بيناتهم باش نحكيو على الماتش نتاع باش ناخذ رايك مثلا في بعض الكلام اللي قاعد يتقال في الفتره الاخرى على معين الشعباني حتى الترجي يتوج ولا الترجي ينتصر يقول معين الشعباني وقايت انه يغادر الترجي وقايت انه يخلي المشعل لحد اخر انت مع الراي هذا ولا لا علي زيتوني مثلا كان باش تكون حاسم تقول معين عطى للترجي ويزيه ولا معين عطى للترجي ومازال ينجم يعطي اكثر والله شوف هي المدرب اليوم فما حاجه يعملها المدرب اللي فما برشا عباد تبع في يتفرجوا من بعيد كي تكون العلاقه ما بين المدرب والجوارد نتاعو علاقه باهيه وعلاقه طيبه ويحبوه كاخوهم مش كمدرب نتاعهم تنجم راك مش على عامين ولا ثلاث سنين باش تعمل تيتروات وتعمل تعمل حاجه باهيه تنجم حتى على 10 سنين وهنا قاعدين نشوفوا يظهر لي نحن في الاوروب كيفاش المدربين تلقى مدرب على مدرب عنده 5 سنين وست سنين وعشر سنين وعشرة وعشرين وعشرة وعشرين صحيح موجود في الـ في الـ في الـ نفس الكيب معين هذيك الحاجه اللي اول اللي تجب تكون نجح بها ممتاز بها انه اصحاب مع اللي هو خاطر معين انا خاطر من اللي عمري 3 سنين نعرفوا بعضنا صاحبي بالكدا بالكدا ولعبنا مع بعضنا وكورنا مع بعضنا انا معين سواء حتى معناها نكلموا في بعضنا ونحكيو ونشاوروا ويشاورني في تو بما انك مانجير لازم اصحابك المدربين الكل راهو حكيت على سي الاسعد قلت صاحبي معين صاحبي اكيد كان سامي لك الاخرين كل اصحابك زاد الخدمه هنا هنا في 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 تونس ما تنجمش تخدم كمانجير ما تنجمش تخدم في تونس صعيب صعيب تعرف علاش؟ خاطر في تونس فما عباد اللي عمرها ما تعرف ما لعبت كوره عمرها ما عرفت كوره وعمرها ما تفهم في الكوره اليوم وليت خويا ياخذوا في ديسيزيون في 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 حاجات اللي بالحق حياته كامله ولا من قبل ما كانش يعرفها اليوم كي باش تحكي مع واحد ما يفهمش كوره تقول له النجم يجيب لك الجوار هذايا ولا نجيب لك الحاجه هذايا ما عنده حتى علاقه تبان له اي واضح فهمتني ماكش باش تراوغني ماكش باش تتعدى يعني على زيتوني معين الشعباني يزيه ولا مازال عنده ما يضيف للترجي كون واضح ودقيق هاو باس يا ماركي يا فانت وتعدى
هو باش نعطيك حاجه اللي عملوا معين ما عملوا حتى مدرب في الكور في تونس اليوم في تونس فهمتني كيما نجم يعمل ينجم يزيد على اللي عملوا معين باش يزيد يهرب على المدربين الاخرين معين يزيه اليوم ولا مازال ينجم يعطي للترجي مازال ينجم يعطي للترجي معين ينجم يعطي للترجي دونك ميساج لجمهور الترجي لاداره الترجي يزيدوا يصبروا على معين مازال ينجم يعطي حاجه اي صحيح اليوم رانا جمعيتنا ما بيها حتى شيء ناقصين شويه تغييرات شوية حاجتنا بأربعة ولا خمسة جوارات اللي باش نكملوا بهم الليكيب نتاعنا الجروب نتاعنا عندنا مدرب قاعد يخدم في خدمة باهية راهو شوف الحاجات هذيا تصير معناها فهمتني وما نعرفش ابريتو ديما